السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل المسألة رقم 24 من مشروع ايلر، فيلا بينا. بيقول لك ليكسوجرافيك بيرميوتيشن، عارف الاسمين الاتنين مش طبيعيين كده وملعبكين في بعضهم، بس هو يعني ايه البرميوتيشن ده بالعربي اللي احنا بنفهمه طبعا معناه التباديل. التباديل تمام، في حاجه احنا خدناها قبل كده في الثانوي اسمها تباديل وتوفيق. التباديل هو ده بقى البرميوتيشن اللي هو التباديل. تمام، الفكره مثلا ان هو بيديك مجموعه مثلا من الارقام، مجموعه من الحروف، يقول لك ايه كم مره او ايه عدد الاحتمالات اللي انا ممكن ارتب بهم الحروف ديت مثلا، بحيث ما فيش حرف يتكرر اكتر من مره واحده. تمام، عندك الارقام مثلا من 0 و1 و2، 0 و1 و2 اهم. تمام، فهم ممكن يترتبوا كم مرة؟ يترتبوا 6 مرات، اللي هو مثلا 0 1 2، 0 2 1، وهكذا. تمام، لو لاحظت في كل مجموعة هتلاقي الرقم بيتكرر مرة واحدة بس، يعني 0 1 2، الصفر اتكرر مرة واحدة، الواحد مرة واحدة، الاتنين مرة واحدة، اللي جنبها برضك نفس الكلام. تمام، فهي دي باختصار البرميوتيشن او التباديل. تمام، سيبك من مش هنتكلم احنا انجليزي خالص، هو احنا بنتكلم عربي بس. طيب هو الفكره ايه؟ قال لك ان احنا انا مش عايز كده كمان، انا عايز كمان التباديل اللي تجيبها تكون مترتبه. تمام، من الصغير للكبير. يعني احنا مثلا هو قال لك ليكسوجرافيك اوردر او نيميريكال اوردر، يعني ايه معناه؟ ان هي مترتبه يعني ترتيب على حسب الارقام او على حسب الكبر بتاعتها. تمام كده، تمام. فانت لو جيت لاحظت برضك هتلاقي انه مرتبه اول حاجه 12، بعد كده 21، بعد كده 102، بعد كده 120، وهكذا. تمام، عشان انت ممكن مثلا ايه اول رقم مثلا اقول اللي هو الارقام ورا بعضها اللي هو 0 1 2. طب تاني رقم ممكن واحد مثلا يقول لك ايه، انا هبدل الاثنين مكان الصفر، فيبقى عندك 210. فهو كده ما ينفعش، المفروض ان الرقم اللي بعد 12 21. تمام، ما ينفعش انت تجيب له بقى ال 210 اللي هو اخر رقم خالص، فهمني؟ فهو عشان كده عايز مين؟ عايز الترتيب، عايزك انت تجيب التباديل والتباديل تكون مترتبه كمان. تمام، طيب هو طالب ايه في المساله؟ قال لك انت تجيب لي التباديل بتاعت الارقام من اول رقم 0 لحد رقم 9. تمام كده، وطبعا ترتبهم. بس هو قال لك ايه؟ قال لك الارقام ديت انا عايز رقم مليون، الرقم المليون التبديل رقم مليون. تمام، طيب بص يا سيد، طب احنا يعني لو احنا مثلا عايزين يعني نشوف مثلا المساله هتاخد قد ايه من الشغل مثلا، او في كام تبديل ممكن نعمله مثلا، او اي حاجه، لو مثلا مدي له الارقام من 0 لحد 9 في كام تبديل، لو مدي له الارقام مثلا من 0 لحد 2 في كام تبديل، وهكذا. بص يا سيد، هو قال لك عدد احتمالات الترتيب بتساوي مضروب عدد الارقام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عندك هنا رقم عندك كام هنا رقم 0 1 2 في كام رقم؟ في 3 ارقام، يبقى في كام تبديل؟ في 6 تباديل. جه منين؟ جه من مضروب رقم 3. تمام، مضروب الثلاثة. طبعا احنا اتكلمنا عن المضروب قبل كده، لو مش فاكره المضروب هو عبارة عن حاصل ضرب الأرقام من أول رقم 1 لحد الرقم اللي أنت بتنطقه اللي هو رقم 3. تمام، فمضروب الثلاثة عبارة عن ضرب 1 في 2 في 3 ب 6، هو فعلا هيديك هنا 6 أرقام. فاحنا عندنا كام رقم هنا؟ عندنا 10 أرقام من أول رقم 0 لحد رقم 9، دولت 10 أرقام. فطبعا بايثون عندها مكتبة اسمها فاكتوريال، فروم ماز امبورت فاكتوريال، هنقول له فاكتوريال 10، طبعا اتكلمنا عنها برضك قبل كده. تمام، فلما تيجي تحسبها هتلاقيها طلعت تقريبا 3,628,800 رقم، يعني 3,600,000، يعني رقم مهول يعني. تمام، فدي عدد الاحتمالات اللي انت ممكن ترتب بها 10 أرقام. تمام، دي عدد الاحتمالات، يعني ال 10 ارقام ديت ممكن ارتبهم ب 3 مليون و600 الف، اكتر من 3 مليون و600 الف مره، ماشي؟ فدي الفكره كلها. طيب طب ازاي نعمل الكلام ده كله؟ في برضك بايثون في مكتبه مهمه اسمها ايتر تولز، هنعمل امبورت منها مين؟ بيرميوتيشن. تمام، اللي هي التباديل. تمام، طب انت بتعمل لها ايه؟ بتدي لها الحاجات اللي انت عايز ترتبها على هيئه مثلا نص ولا حاجه. فهو الارقام اللي انا عايز ارتبها مثلا ايه، انا ناخد الارقام اللي هو مديها لنا مثال في المساله مثلا اللي هو 0 1 2. تمام، فانت لما تيجي تشغل الكود ده مش هيرجع لك الارقام او مش هيرجع لك الترتيب بتاعها، لا هيرجع لك حاجه شبه الجنريتور كده. الجنريتور او الحاجات ديت عباره عن ايه؟ بص، بيقول لك عليها ليزي بروجرامنج او البرمجه بكسل. يعني ايه؟ يعني انت لما بتنادي على الحاجه ديت ما بتنفذش في ساعتها، لا هو كانه بيبقى ايه حاططها كده في الذاكره عند او مخزنها مكان في الميموري او في الرامات، ماشي، مخزنها في مكان معين بحيث لما انت تيجي تحتاجها يبدا ينفذ. تمام، يعني لما اقول له مثلا ايه هات لي اول واحد، فهو ينفذ اول واحد، هات لي ثاني واحد ينفذ ثاني واحد، هات لي ثالث واحد ينفذ ثالث واحد. تمام، عشان العمليه ديت ممكن مثلا البرميوتيشن ده زي ما قلت لك ممكن يديك مثلا 3 مليون و600 الف رقم، فانت لو مثلا لما تشغلهم كلهم مره واحده لا هياخد البرنامج هياخد وقت طويل، وممكن مثلا الكود اللي تحت السطر ده محتاج يتنفذ كمان بسرعه. تمام، فهمني؟
دي المكان، دي مكان التخزين في الذاكره، تمام؟ دي مكان التخزين في الذاكره، فانت بقى بتحفظه على هيئه متغير. الجنريتور دي بيبقى له ميثود اسمها نيكست، تمام؟ تقول له نيكست وتدي له الجنريتور يجيب لك اول رقم، نيكست وتدي له الجنريتور ثاني رقم، وهكذا يفضل شغال هكذا بقى، تمام كده؟ فهو طب انا افرض انا عايز مثلا اخليه يولدهم كلهم مره واحده، فانت ممكن تدي له مين؟ تدي له الليست، تمام؟ الليست وتدي له البرميوتيشن بتاعتها، تمام؟ ده طبعا كونستراكتور بتاع الليست، تمام؟ تدي له البرميوتيشن بتاعك اللي هو هيبقى الجنريتور طبعا، تمام؟ وبعد كده تدي له ديت، فهو هيدي لك مين؟ هيدي لك كل الارقام اللي عندك، تمام؟ اهو هيدي لك 0 1 2 0 2 1 1 0 2 هكذا. لو لاحظت هتلاقيهم نفس الترتيب بتاع مين؟ بتاع اللي فوق هنا، هو بترتبهم حتى بترتيب، تمام؟ فدي الفكره كلها. ففهمنا يعني ايه الجنريتور. هو الفكره ان هو ما بينفذش الكود في ساعتها، تمام؟ لا، هو بينفذها ساعه لما انت ما بتطلب منه، فعشان كده اسمها ليزي بروجرامنج، عشان ما بينفذش في وقته، لا مأخره لحد ما انت ما تطلب منه او تحتاج الحاجه دي، تمام كده؟ تمام. فطبعا الحل بقى واضح دلوقتي، احنا هنعمل ايه؟ هنقول له فروم ايتر تولز امبورت بيرميوتيشن، وبعد كده الاندكس بتاعنا هيبقى 1 اي 6. يعني ايه 1 اي 6؟ دي معناها رقم مليون، 1 في 10 اس 6، تمام؟ طبعا الرقم ده، القيمه دي تترجع لنا فلوت نمبر، يعني عدد عشري، تمام؟ وانا مش عايز عدد عشري، انا عايز عدد صحيح، فهنحولها لانت، تمام؟ طب ليه؟ عشان الاندكس بتاعنا احنا هنستخدمه هنا هو دي، الاندكس لازم يكون عدد صحيح، لو عدد عشري هيدي لك خطا، تمام؟ بعد كده النمبرز هيبقى عندنا الارقام من اول رقم صفر لحد رقم تسعه، تمام؟ فاحنا هنقول ايه؟ هندي على البرميوتيشن وندي لها النمبرز بتاعتنا، تمام؟ ادي الجزء ده، وبعد كده نحوله لمين؟ نحولها الليست، تمام؟ شباب ما شرحنا في الخطوتين اللي فوق دولت. وبعد كده، بعد كده هنجيب الرقم من اول رقم من اندكس ناقص واحد، تمام؟ البرميوتيشن عندي اندكس ناقص واحد. ليه الكلام ده؟ عشان طبعا لما احنا بنحولها الليست، الليست بتبدا الترتيب بيبدا فيها من اول رقم صفر، فاول عنصر هو ترتيبه صفر، ثاني عنصر ترتيبه واحد، فاحنا لازم لو احنا عايزين العنصر اللي ترتيبه مليون، تمام؟ نبدا بكام؟ نقول له مليون ناقص واحد، فهمني؟ تمام. عملت الجزء ده كده هيرجع لك على هيئه توبل كده، تمام؟ توبل دي طبعا هيبقى مكون من 10 ارقام، تمام؟ فاحنا ازاي بقى ندمج الحاجات ديت في رقم واحد بس؟ السترنج في ميثود اسمها جوين، تمام؟ هتكتب مثلا السترنج بتاعك ودوت جوين، وبعد كده تدي له الليست او تدي له التوبل او الليست او اي ترابل عندك، تمام؟ فهو الفكره في الجوين ديت بتعملها ايه؟ انت هنا بتحدد نوع الـ المسافات او الحاجه اللي هتدمج بها. يعني مثلا هنا مش هخلي مسافات ما بين الارقام، فهو مثلا عندك 0 1 2، فلما انت تقول له جوين، تمام؟ لما انت تنفذ السطر ده مثلا على 0 1 2، فهيدي لك مين؟ هيديك 0 1 2 كده بالشكل ده. لو انت مثلا خليت هنا مثلا رقم، مثلا خليت من اللي هو العلامه ديت، فهو هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك العلامه ده اهي، اهو هيرجع لك النص ده كده بالشكل ده كده. فكره في الجوين ديت ايه؟ ان هو بيتحدد له النص، تمام؟ اللي تربط بيه بين العناصر الموجوده في الاترابول اللي عندك، تمام؟ او في الليست او في التوبل اللي عندك، تمام؟ فطبعا انا مش عايز اي حاجه تكون ما بين العناصر، تمام؟ انا عايز ادمجهم في بعضهم كده شبه ما هم، فهنمسح كده ديت طبعا ونمسح ديت، تمام؟ بس فتعال هنا نشغل كده في ثانيه، الحمد لله ما خدش حاجه، تمام؟ فدي دي الحل بتاعنا. فتعال ناخد هنا كنترول سي، بسم الله، نحط هنا السطر بتاعنا. فالحمد لله المساله اتحلت، كانت مساله بسيطه وحلوه، والفكره بس ان انت تستخدم المكتبات اللي بايثون موفرها لك ذات نفسها، فهو مكتبه كويسه جدا وسريعه جدا صراحه. يعني شوف انت اكتر من 3 مليون و600 الف رقم فهو في ثانيه، يعني ما خدش وقت اساسا، تمام كده؟ بس فيا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا، سلام عليكم.